مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع برنامج المؤشر، ونتابع معكم ختام تداولات هذا الاسبوع الذي كان شديد التباين بين الارتفاعات والتراجعات، وتراجعات اليوم التي طالت جميع المؤشرات. نذهب الى التفاصيل الى استديوهاتنا في بورصة الكويت الى الزميل عايد العنزي. حياك الله عايد. رحب بك اخوي رائد، رحب مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا. فعلا جلسه متراجعه، جلسه يعني اللون الاحمر طقع عليها منذ البدايه حتى هذه اللحظه بسبب قرار البنك المركزي باعاده تقييم لبيتك، باعاده تقييم الاستحواذ على الاهلي المتحد البحريني، مما ادى الى تراجع واضح للاهلي المتحد البحريني بصوره كبيره جدا. لا بيتك ما تاثر تاثر كبير جدا في 4-5 فلوس فقط لا غير، لكن الاهلي المتحد البحريني تاثروا بكميات كبيره جدا من البيع، وكذلك اثر بذلك على السوق ككل، وراينا تراجعات كبيره جدا على بعض الشركات قيادية تحديدا السوق الرئيسي نوعا ما أفضل بعض الشركات اليوم بالمنطقة الخضراء، لكن التراجعات مستمرة لمدة يومين مشاهدين الكرام بسبب الضغوط البيعية القادمة من أهل المتحد البحريني. نذهب مباشرة للمؤشرات، بتكلم عن هذا الوضع مشاهدين الكرام، كذلك تكلم عن بعض الأخبار الموجودة على موقع البورصة، ولكن الوضع لحد الآن هو لون أحمر واضح للعيان، لون أحمر يعني لجميع الشركات تقريبا القيادية باستثناء 4 شركات تقريبا بالمنطقة الخضراء، ولكن لحد الآن لا نستطيع تقييم الوضع إلا الأسبوع القادم، وخاصة بناء على يعني تراجع الأهلي المتحد البحريني بهذه الصورة وبهذه الكمية الكبيرة من التداول. نذهب مباشرة المشاهدين الكرام والمؤشرات، نشوف المؤشرات وين راح توقف قبل الإقفال عند مستوى 12.35، وين راح توقف، ومن ثم إن شاء الله نكمل تحليل لبعض الأسهم وخاصة أسهم السوق الأول المتراجع باستثناء 4 شركات مثل ما ذكرنا، 44.5 نقطة للسوق العام، والكمية المتداولة 112.7 مليون، والقيمة 22.2 مليون. طبعا القيمة يعني الأهلي المتحد البحريني وبيتك يعني كانوا متوقفين عن تداول ساعة كاملة من الافتتاح حتى الساعة 11:10، يلا بطلوا تداول. لذلك يعني اعتقد ان هذا الامر هو سبب انخفاض القيمة المتداولة، لكن بعدين شنو صار؟ صار ان الاهلي المتحد البحريني يعني تراجع عند مستوى 178، وصار عليه كمية تداول 48 مليون تقريبا في هذه اللحظات، لكن راح نتكلم عن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ونشوف المؤشر السوق الرئيسي 3.4 مليون اليوم، السهولة جيدة نوعا ما، لان اليوم في تداولات على المتحد الكويتي تأثر كذلك بهذا الموضوع، لان المتحد البحريني او يعني نفس تقريبا نفس الملاك وما شابه ذلك، لذلك لاحظنا التراجعات كبيرة جدا مشاهدينا الكرام، ولاحظنا انخفاض واضح في مؤشر السوق الرئيسي حتى هذه اللحظة ب 26 نقطة تقريبا، والمؤشر السوق الأول تقريبا 52 نقطة 53 نقطة حتى هذه اللحظة. الوضع العام تراجع واضح مشاهدين الكرام، اللون الأحمر يطغى على مؤشرات السوق ككل، والقيمة في تناقص عن الأيام الماضية باستثناء بعض الشركات اللي في السوق الرئيسي اليوم في المنطقة الخضراء، اللي اللي اللي, اللي يعني عندها اليوم اجتماع مجلس إدارة المشتركة، اليوم المشتركة عند اجتماع مجلس إدارة اليوم تقريبا 3 شركات عندهم اجتماعات المشتركة، وسينرجي ترجم عليه اي حركه، والمنار لما الحين المنار ما عليه بعد كذلك اي حركه، لذلك هذه الشركات اليوم في نتائج ماليه لبيانات عام 2019. لاحظ نور في هذه اللحظات ودخول قوي جدا على نور 132 ب 10 فلوس، والمباني بارتفاع حوالي 13 فلس، وصناعه الوطنيه تراجع فلسين، واعتقد انها لم يتبقى الا دقيقه تقريبا مشاهدينا الكرام ومن ثم يبدا الاقفال، ولكن واضح من الوضع انه ما راح يتغير شيء كثير جدا مشاهدينا الكرام. تراجع اسواق المال العالميه امس كنا متوقعين السوق، لكن هذا الخبر كذلك خبر البنك المركزي والاستحواذ على الاهلي المتحد بالنسبه لبيتك والخطاب اللي ارسله البنك المركزي، هذه جميعها اخبار لها دور كبير جدا في حركه التراجعات في السوق في هذه الجلسه. نكمل معاكم ونشوف السوق الاول، السوق الاول ووضعيه هذا السوق مشاهدينا الكرام، هل راح يكون تعديل؟ بس راح نلغي نظره يعني قبل الاقفال، هل راح يكون هناك تعديل ولا لا بعض الشركات؟ ونذكر ما ذكرنا الاخبار، احنا نذكر الاخبار مشاهدينا الكرام والغاء التوزيعات خاصه على يعني الكيبلات اللي توزيعاتها كانت 75 نقدي خفضوها ل 40 نقدي. الكيبلات بورتلاند. بورتلاند الكيبلات اليوم في المنطقة الخضراء ملفت النظر، بورتلاند حاليا في المنطقة الخضراء بعد كان متراجع، كان توزيعاته أعلن في شهر 2 توزيعاته راح تكون 75 نقدي، حاليا خفضها إلى 40 نقدي. والمركز المالي اليوم
اليوم تاريخ الاستحواذ، المركز المالي اليوم تاريخ الاستحواذ الليبي، ارباح المركز المالي 5 نقدي اليوم، سكرنا حاليا وبندنا، نلاحظ مشاهدينا الكرام حتى الشركات المرتفعه تغلص 3، الوطني عند 735، الخليج عند 214، كان الخليج متماسك بدايه الجلسه وكان في المنطقه الخضراء، بيتك المتراجع عند 583، وبيتك مثل ما قلنا يعني لم يتاثر كثيرا، كميه متداول 4,400,000، المباني في المنطقه الخضراء، الصناعات الوطنيه اليوم على تراجع، و بوبيان بتكماويات القرين على استقرار، كان بوبيان والقرين في المنطقه الخضراء اجلتي اليوم على تراجع، وطبعا تراجعات طفيفه لم تكن تراجعات قويه، كذلك زين بتراجع وتراجع طفيف هيومن سوفت والاهلي المتحد البحريني يطلب حاليا 179 مليون، لكن اعتقد ان المليون هذا راح يكون فيه ضغط بيع اكثر، لانها في حاليا 48,300,000، والضغوط البيعيه واضحه منذ افتتاحها عند الساعه 11:10، تراجع بصوره كبيره جدا، بنك وربه على تراجع ما راح يتغير شيء لبربه، ميزان في المنطقه الخضراء مع المتكامله، وطبعا راح نتكلم عن السوق الرئيسي بعد شوي، لكن حاليا يعني اللي قاعد اشوفه انا ما في تعديل قوي راح يكون، ما راح يكون هناك تعديل قوي مشاهدينا الكرام للمؤشرات، ولكن هذا راح يبين معانا تو الناس باقي 8 دقائق تقريبا، نذهب للاستوديو لفقره التحليل الفني أسواق المال العالمية ونعود مرة ثانية لتحليل السوق الكويتي إن شاء الله بإذن الله. إذن مشاهدي الكرام، وقفتنا الأسبوعية مع أسواق المال وأيضا وأسواق العالم نتابعها ونتابعها دائما في ختام كل أسبوع مع المحلل الفني الأستاذ محمد عرفة. حياك الأستاذ محمد، يا أهلا وسهلا بك. بالخير ومسي السادة مشاهدين الكرام، حياك الله. نبي ننتقل من المحلي إلى العالمي، والبداية مع الشأن الأمريكي ومن ثم الأوروبي نأخذه، ثم نعود مرة أخرى إلى عايد ونتم الختام معك إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا الحين نحن نتحدث على اقتصاديات العالم، يعني بدأت تظهر تداعيات الفيروس كورونا على مستويات العالم. طبعا على رسمات البيانية التي سوف نشاهدها الآن على الشاشة، هذه توقعات الناتج المحلي بالنسبة لصندوق النقد الدولي لكبرى دول العالم في هذه الأزمة. نتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي، طبعا هذا التغيير متوقع من قبل صندوق النقد الدولي. نلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث على بالسالب 5.9% هذا الناتج المحلي، بالنسبة لمنطقة اليورو عندك 7.5%، ألمانيا 7%، كل هذا طبعا في المنطقة السلبية وليست الإيجابية، يعني الناتج سوف يكون بالسالب وليس بالإيجاب، وهذه طبعا لأول مرة تحدث منذ 30 إلى 40 سنة. إيطاليا هي الأعلى على مستويات حوالي 9.1%، أما كندا عند مستويات 6.2%. نتحدث على عجز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن، نتحدث على زيادة في العجز الديني العام بما يعادل حوالي 9 تريليونات دولار تضاف إلى الدين العام، وهذا ما سوف يواجهه السيد ترامب في الانتخابات القادمة. الآن السيد ترامب يحاول يعني المعادلة ما بين فيروس كورونا وبين الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر. الدولتان التي يتحدثون على أن الناتج سوف يكون بمعدل 1.2 بالموجب هي فقط الصين والهند، وبالتالي نتحدث على هذه الدولتين فقط سوف يكون الناتج المحلي عندهم بالموجب وليس بالسالب. هذا الإجمالي بشكل عام للعالم كتقرير صندوق النقد الدولي من ناحية الناتج المحلي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا نتحدث على الديون، وأزمة الديون بدأت تظهر على السطح الآن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمعدل 27 تريليون دولار، هذا معدل الديون الحالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا طبعا في تهديد كبير للاقتصاد الأمريكي، مما دعا السيد ترامب بالحديث عن هذا الدين والحديث عن أنه سوف يتعامل مع هذا الدين الوطني بشكل أسرع إذا ما تم انتخابه مرة أخرى. يمكن يكون معدلات النجاح الآن بالنسبة لسيد ترامب خاصة بعد التعامل مع جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون 50-50 للديمقراطيين، وبالتالي قبيل 20 بداية العام يعني كنا نتحدث على أن قد يكون هناك يعني فترة رئاسية ثانية لسيد ترامب، ولكن مع أحداث كورونا وتراجعات يعني بعض المناخبين لا قد يكون هناك 50-50 إلى الآن داخل الساحة الأمريكية. الخزانة طبعا تتوقع الآن اقتراض مرة أخرى حوالي 3 تريليونات دولار مرة أخرى للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى 2 تريليون اللي أخذوهم من قبل شهر تقريبا، طبعا هذا سوف يضاف في الربع الثاني. نتحدث على معدلات البطالة، وصلنا لهذا الأسبوع أعلى معدل بطالة طبعا تاريخي، يعني نتحدث على مستويات 3,800,000 معاطل عن العمل في خلال أسبوع واحد، هذا طبعا يعتبر من أعلى المعدلات
المعدلات التي شهدناها على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا طبعا بسبب جائحة كورونا. مصانعنا عند أدنى مستوياتنا، نتحدث على الحديث عن معدلات وفيات عالي بالنسبة للسيد ترامب، تحدث في الفترة الماضية على عدد وفيات عالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع هذا بدأ في عمليات تخفيض القيود على الصناعة وعلى التجارة، وبدأنا خلينا نقول افتتاح بعض المصانع مرة أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ممتاز، احنا ننتظر أخبار إيجابية حتى الآن، لكن نشوف إن شاء الله نرجع لك، ممكن يكون هناك على الأقل شيء إيجابي إن شاء الله. مشاهدي الكرام، نعود من جديد إلى الزميل عايد حيث متابعة ختام هذه الجلسة، وحياك الله من جديد أبو عبد الله. رحب فيك أخوي رائد، رحب مشاهدينا الكرام، ونذهب مباشرة لإقفال هذه الجلسة ونرصد التحركات الأخيرة لبعض الشركات. نذهب إلى الإقفالات ونشوف السوق الأول شنو وضعيته، شنو راح يتغير فيه في هذه اللحظات، ونتمنى أن يتغير إلى الأفضل إن شاء الله. ونرصد مشاهدينا الكرام، الوطني حاليا 814,703 في عرض أكثر من الطلب، بنك الخليج 214 حاليا في 206 العرض، يعني في شركات قاعد تراجع، أعتقد أن التراجع راح يزيد، أعتقد أن التراجع راح يزيد مشاهدينا الكرام في هذه الجلسة، راح تزيد التراجع لأن الطلبات ضعيفة جدا لحد الآن، باجي دقيقتين وندش المزاد، لكن لما الحين ما دشينا المزاد، لكن اللي قاعد أشوفه حاليا الضغوط البيعية أكثر، نشوف بيتك كذلك ضغط البيع أكثر من الشراء، معروض 558 161 برقان كذلك، يعني في أكثر من شركة تعرض لضغط بيعي واضح. صناعات الوطنية 169 70,000 العروض، يعني الضغوط البيعية واضحة مشاهدينا الكرام على كثير من الشركات. ونلاحظ بعض الشركات الأخرى، الأهلي المتحد البحريني يعرض 171 لكن الطلبات تحش كثر، ما أدري مو مبين معاي. نشوف الشركات الأخرى مشاهدينا الكرام، التجاري لا تغيير، التجاري 502، الأهلي الكويتي لا تغيير 157، متماسك الأهلي، المتحد الكويتي لا يعرض بس بكمية بسيطة جدا تحت 264 لحد الآن. إيفا في المنطقة الخضراء راح تكون على 31، راح تتراجع إيفا، تفقد فلس واحد من المكاسب. نشوف أرزان كذلك راح تتراجع، العرض أكثر من الطلب بالنسبة لأرزان. الأولى للاستثمار لا تغيير حتى اللحظة، يونيكاب راح تتراجع أكثر، يونيكاب راح توصل بكل 35، العرض والطلبات ضعيفة جدا. نلاحظ مشاهدين الكرام فعلا في أعيان 42 لحد الآن، لكن ممكن يكون الدقيقة الأخيرة، باقي دقيقة وراح ندش المزاد إن شاء الله، نشوف الوضع إيش راح يكون في نهاية هذه الجلسة لكثير من الشركات، ولكن الوضع لحد الآن ما يونس، الوضع لحد الآن ما يونس اللي قاعد أشوفه. نشوف الضغوط البيعية حاضرة مشاهدين الكرام على كثير من الشركات المدينة، ونلاحظ بقية الشركات الأخرى والله العروض تفوق الطلبات وهي ضعيفة جدا، حتى العروض ضعيفة جدا ولكن تفوق الطلبات. حاليا بنك الخليج يعرض 206-200 ألف، دشينا المزاد، دشينا المزاد، ونشوف ايش راح يصير مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه. الجلسه الضعيفه، الجلسه اللي اثر عليها موضوع الاستحواذ على الاهلي المتحد البحريني من قبل بيتك وخطاب البنك المركزي، هذه الامور جميعها اثرت بصوره كبيره جدا على حركه التداول منذ بدايه الجلسه، وكذلك تراجع اسواق المال العالميه والخليجيه له دور كبير جدا في تراجع السوق الكويتي في جلسه ختام الاسبوع. احنا تعودنا دائما الخميس دائما ها هو الاقفال، ها هو الاقفال، الوطني يتراجع بست فلوس، الوطني يتراجع بست فلوس، وبعد الوطني الخليج كذلك يتراجع عند 213، والله التراجعات واضحة، الأهلي على استقرار، المتحد يتراجع كذلك ب 14 فلس، والدولي ب 4 فلوس، ونشوف برقان كذلك، وبرقان متراجع، وبيتك ب 4 فلوس، ونلاحظ التراجعات كبيرة جدا، التراجعات كبيرة جدا، لكن المؤشرات ما تغيرت لين الحين. إيفا بارتفاع، استثمارات بتراجع، أرزان بتراجع، نلاحظ المال كذلك، أعيان بتراجع ب 16 الفلس، مدينة بتراجع، الامتياز بارتفاع، عقارات الكويت بتراجع، المباني بارتفاع 7 فلوس، المباني دخول قوي جدا، المباني المستثمرون بتراجع، التجارية العقارية بارتفاع ب 14 ومزايا ب 16 الفلس، الصناعات الوطنية بتراجع كذلك، الصناعات الوطنية 3 فلوس تقريبا تراجعا. ونشوف السفن على استقرار، بوبيام تكمولت باللون الأخضر، اجيلتي بتراجع، وزين كذلك بتراجع بأربعة، الضغوط البيعية واضحة، الضغوط البيعية واضحة، يومن سوفت المتراجع كذلك، وبترو جلف على تراجع، ورماية المتراجعة، والأهل المتحد البحريني 178، جياد بتراجع واضح، والأهل المتحد البحريني بعشر فلوس تراجعا، الأهل المتحد البحريني 178،
ونلاحظ ميزان بسبع فلوس ارتفاعا والمتكاملة بثلاث فلوس ارتفاعا، تراجعات واضحة في نهاية هذه الجلسة 46 نقطة أو 47 نقطة إلى ربع نقطة. مشاهدينا الكرام، الكمية المتداولة 122 مليون ونص، هذه الكمية تمت من خلال 5578. نلاحظ المستثمرون تراجع بصورة كبيرة جدا 12.6 المستثمرون. نلاحظ القيمة المتداولة 24 مليون، بيتك عنده مستوى 483 مطلوبا بيتك، مطلوبا 690 ألف مطلوبا بيتك. المستثمرون على تراجع 12.6، والدولي بتراجع بأربع فلوس في هذه اللحظات. أما بالنسبة للسوق الأول ومؤشر السوق الأول يتراجع ب 56 نقطة تقريبا مشاهدين الكرام، ونذهب لقيمة التداول على هذا المؤشر 20 مليون و240، يعني الوضع جدا سلبي مشاهدين الكرام، والأمور السلبية واضحة في نهاية هذه الجلسة مشاهدينا. ونرى فعلا تراجعات للسوق الأول 58، والسوق الأول والسوق الرئيسي والسوق العام، يعني اللون الأحمر هو الواضح على حركة التداول في هذه الجلسة، والضغوط البيعية حاضرة منذ جرس الافتتاح حتى الختام وحاليا في شراء على بعض الأسهم في سعر الإخفال تقريبا، خاصة بيتك اللي في شراء حتى هذه اللحظات، وكذلك بعض الأسهم الأخرى فيها شراء. ولكن راح نتابع معاكم مشاهدين الكرام وضعية هذه الشركات ونلقي الضوء عليها لمدة تقريبا دقيقتين أو ثلاثة إن شاء الله، ما راح نطول، ونشوف إخفال لهذه الشركات في النهاية، هل راح تزيد الكمية المتداولة ولا ما راح تزيد؟ هذا راح يبين معي في هذه اللحظات. ونذهب مباشرة المشاهدين الكرام للسوق الأول ونرصد الطلبات والعروض والضغوط البيعية في هذه اللحظات. شوف الوطني 734 مطلوبا، بنك الخليج 213 مطلوبا، الدولي 173 مطلوبا حاليا، برقان لا معروض، بيتك 583 مطلوبا، بنك بوبيان معروضا، مشاريع الكويت معروضة، والمنطقة الخضراء المشاريع المباني مطلوبة عند 611، الصناعات الوطنية على تراجع عند 174 معروضة، وبوبيان بتكماويات 496 في المنطقة الخضراء، الجرين على استقرار مطلوبة، اجيلتي 653 مطلوبة، وزين 516 كذلك على الطلب، هيومن سوفت نفس الطريقة، الأهلي المتحد البحريني 177 178 يعرض، 178 الأهلي المتحد البحريني، بنك وربة 214، ميزان والمتكاملة في المنطقة الخضراء. أما بالنسبة لبقية الشركات الأخرى نشوف إيفا على ارتفاع لحد معروضة، الساحل مستقر في نهاية هذه الجلسة، الأولى على تراجع طبعا مطلوبة على نفس الإخفال، والمال كذلك. نشوف بعض الشركات الأخرى مشاهدين الكرام، يونيكاب 36 معروضا، وأعيان 42.4 معروضا، معروضة يعني في عروض واضحة، في عروض واضحة لكثير من الشركات. نور الأفضل والأجدر اليوم 131، المركز المالي يعني خلاص الأسبوع القادم المركز طبعا تراجع إلى مستوى 85، المركز المالي مطلوب حاليا 85، الأسبوع القادم يوم الأحد دون استحقاق، اليوم آخر يوم المركز المالي بيشتري المركز المالي عشان الأرباح اليوم آخر يوم، لكن لم يتبقى إلا ثلاث دقائق والشاشة شوية الشريط توقف مشاهدين الكرام، ما نعرف اللي صار الشراء في شراء ولا ما في شراء، لكن السيولة 24 مليون و371 حاليا في شراء واضح، ولكن قاعد تغير عندي القيمة قاعد تغير لكن الشريط اختفى. أما بالنسبة لبقية شركات السوق الرئيسي نشوف معاكم عقارات الكويت على 74، الوطنية العقارية متراجعة كذلك، المستثمرون 12.6 يطلب حاليا، مستثمرون تجارية العقارية في المنطقة الخضراء، مزايا بإقفال مزاد بسهم واحد يرتفع إلى 51.5 وارتفاع لمنشآت ولدبي الأولى ولمراكز وكذلك بورتلاند اللي خفض التوزيعات، اللي خفض التوزيعات بورتلاند من 75 نقدي الى 40 نقدي. الكيبلات اللي كانت في المنطقه الخضراء اثناء التداول وفي جلسه مميزه وبكميه تداول 1,760,000 وراحت فوق مستوى 90، تراجعت في نهايه الاقفال وقفلت في المنطقه الحمراء. الوطنيه مواد البناء اليوم في المنطقه الخضراء، سينرجي والتعليميه على استقرار، تراجع للتنظيف ومركز سلطان واريدو وارتفاع للمعامل، والتراجع كذلك لان واستقرار للتخصيص وبيت الطاقه فيما بترو جلف في المنطقه الحمراء، بالتحصيلات ورمايه في المنطقة الخضراء، ونلاحظ حياتكم في المنطقة الخضراء المشتركة اللي بعد شوي اجتماع مجلس إدارة والكل ينتظر توزيعاتها، توزيعاتها مجزية كل سنة أمانة، توزيعاتها مجزية كل سنة، لكن حاليا ما أدري إيش راح يصير، 212 مطلوبة وخلاص ما بقي إلا ثواني ونبند مشاهدينا الكرام، وارتفاع اللوجستيك في هذه الجلسة وكذلك المواشي والدانة والخصوصية وكذلك STC، يعني الوضع مشاهدينا الكرام يؤثر عليه أسواق المال العالمية، وكذلك تأجيل الاستحواذ من بيتك على الأهل المتحد البحريني مشاهدينا الكرام، ودراسة تقييم جديدة إلى ما بعد جائحة كورونا، وهذه الأمور جميعها تتعلق في المستقبل، والله العالم إيش راح يصير مشاهدينا الكرام في الفترة القادمة، لكن احنا
احنا دائما نتمنى التوفيق للجميع. كل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام تابعنا معكم ختام هذه الجلسه وختام جلسه هذا الاسبوع على تراجع 46 نقطه للمؤشر العام عند مستوى 4861 نقطه. الآن نعود ونستكمل حديث عن الشأن العالمي والأستاذ محمد عرفة. حياك الأستاذ محمد، يا أهلا ومرحبا فيك. يا أهلا فيكم، تفضل. وعندنا تقريبا يعني أكثر من 6 دقائق إن شاء الله، ممكن على الأقل نجمل تحضير هذا الأسبوع. خلينا نتكلم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبداية يعني خلينا نتكلم على تراجع الصادرات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع العجز الميزان التجاري إلى مستويات 44 مليار دولار في هذه السنة. طبعا هذا رقم كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية، وتحدثنا في الأسابيع الماضية عن أزمة، أو خلينا نتكلم قطاع الطيران والسياحة، تكبدت خسائر شركات الطيران خسائر فادحة في الفترات الماضية، مما دعا للتدخل من قبل البيت الأبيض لمساعدة هذه الشركات. ولكن قامت بوينغ برفض هذه المساعدات الحكومية، وبدأت بإطلاق سندات بما قيمته حوالي 25 مليار دولار للبيع في الأسواق، طبعا باسم بوينغ الأمريكية. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين، تحدثنا في الفترات الماضية بأن الآن الأزمة الدائرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية هي اتهام الصين بأنها تخفي معلومات من بداية جائحة كورونا، والصين ترفض الموضوع جملة وتفصيلا. والآن بدأنا نتحدث على عودة الأزمة مرة أخرى، وعودة المشاكل الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بدأت تظهر على السطح مرة أخرى، وزيادة الضرائب أو زيادة التعريفة الجمركية قد تكون في الفترات القادمة. الآن على ما أعتقد أن السيد ترامب يحاول يعني خلينا نقول توجيه الدفة مرة أخرى إلى الصين بعيدا عن جائحة كورونا التي تحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ينشغل الرأي العام بالمشاكل ما بين الصين والسيد ترامب. بالفعل السيد ترامب قد يفوز في نهاية الأمر مع الصين، ولكن هناك جائحة داخل الولايات الأمريكية هي التي تحصد الأرواح وتبعاتها وليست الاقتصاد. خلينا نتكلم بالنسبة للرسومات البيانية، ونتحدث على التماسك التي شاهدناه في الفترة الماضية. هذا التماسك طبعا لاحظناه في الفترة الماضية بسبب عودة تدريجية للأسواق في داخل الولايات الأمريكية وداخل مستويات أوروبا على مستوى العالم. نلاحظ إلى الآن نحن مستوياتنا تعتبر جيدة إلى الآن عند مستويات 23600. هناك تراجع ما يعادل حوالي 3.4% على مستوى الداو، 3% تقريبا على الاس ام بي، والى الان نحن فوق مستويات 2800 تقريبا. هذا يعتبر المستويات الجيده، ونازلك عند مستويات 17%. هذا كان بالنسبه للاقتصاد الامريكي. اوروبا الان، اوروبا والركود نتحدث، يعني انا كان نفسي صراحه يكون في اخبار ايجابيه، يعني نفس ما انت كنت قايل قبل الفاصل، بس يعني للأسف الشديد كلنا نتمنى نتمنى في الفترة القادمة إن شاء الله رب العالمين. الركود عام 2020 بالنسبة للاتحاد الأوروبي، نتحدث في بالنسبة لفرنسا حوالي 7.4% بالسالب، نتحدث بالنسبة لإيطاليا 7.7، أسبانيا، بريطانيا التي نتحدث عنها على مستويات 8.3%، كلها بالماينس وليس بالإيجابي. هذا يعتبر الركود التاريخي الذي دخل فيه الاتحاد الأوروبي الآن. بالنسبة للبرتغال، بالنسبة لليونان، وعودة اليونان مرة أخرى إلى سطح المشكلة نتحدث عنها من سنتين ماضيتين، والأزمة داخل اليونان الأزمة المالية، ولكن إلى الآن بدأت تعود وبقوة على السطح. خلينا نتكلم بالنسبة للمفوضية الأوروبية وبداية الحديث داخل منطقة اليورو عن يعني خلينا نقول مواجهة الكساد القادم بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكيفية تعامل الدول الاتحاد الأوروبي. أنا برأيي الشخصي إلى الآن لم تنجح الاتحاد الأوروبي في معالجة مشكلة كورونا في الفترة الماضية، وعدم تعاونهم مع إيطاليا من بداية الأزمة، وهذا قد يضعهم تحت المساءلة في الأيام القادمة، وبالتالي لا أظن أن سوف يكون هناك اجتماع متفق عليه ما بين الدول. خلينا نتكلم بالنسبة للسيدة لاغارت ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، تظهر مرة أخرى وتعود بالبرنامج الطارئ التي ذكرته بالنسبة لجائحة كورونا. قالت سوف يستمر إلى ما بعد العام 2020، يعني مستمرين إلى العام 2021، هذا برنامج الطارئ بالنسبة للتحفيز لمنطقة اليورو. أكبر 3 اقتصاديات أوروبية في القارة الأوروبية تترنح، طبعا نتكلم على الأسوأ اقتصاديا الآن، نتحدث على فرنسا بالنسبة لأسوأ أداء بالنسبة لخلال الربع الأول.
خلينا نتكلم بالنسبة لقطاع السياحة والسفر، نتحدث على 1 مليار يورو خسائر متوقعة من قبل السياحة، وخاصة سويسرا نتحدث على نسبة الإشغال قد تصل إلى 9% وقد تتعرض إلى مستويات صفرية يعني خلال الفترة القادمة، وبالتالي هناك يعني مطالبات من داخل القطاع السياحي والطيران في سويسرا بالمساعدات في الفترة القادمة. أما بالنسبة لألمانيا ويعني خلينا نقول انكماش طبعا الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى تاريخي منذ 30 سنة، طبعا هذا كان له أثر سلبي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. نلاحظ بالنسبة لداكس هناك تراجعات، نلاحظ أن هناك تراجعات وصلنا إلى حوالي 4.5%. طبعا انخفاضنا بالنسبة للطلبات الصناعية وصلنا إلى مستويات حوالي 15.6% بالنسبة لألمانيا. بالنسبة لفرنسا وكاك الفرنسي 11,700,000 عاطل عن العمل، طبعا هذا كان في خلال شهر واحد فقط، هذا التسجيل الذي حصلنا عليه في فرنسا، وهذا طبعا هو لهذا السبب نحن نتحدث على ان جميع دول العالم يعني تم اصابتها بفيروس كورونا وجميعها تم اصابتها في الاقتصاد في مقتل، وليست دولة بعين ذاتها. وهذا الان حاب ان اقول للمشاهد الكريم، ليس معنى ان يكون هناك ازمه في اي قطاع من القطاعات في الدوله معناها ان يكون تقصير من الدوله، ولكن هو على جميع دول العالم والجميع يواجهها بنفس الاسلوب وبنفس القوه. خلينا نتحدث بالنسبه لبريطانيا والحديث عن 6 ملايين بطاله يعني حديثه الان، بدانا نتحدث على بطاله عاليه جدا، وصلنا الى حوالي 6000 عفوا 6 ملايين يا ريت 6000 يعني 6 ملايين عاطل عن العمل خلال شهر ابريل، والان بدانا في تحفيز الشركات وهي مستفيده منها حوالي 800,000 شركه داخل بريطانيا، والخطوط البريطانيه بدات بتخفيض يعني خلينا نقول معدلات الوظائف الى 12,000 وظيفه، وصلنا الى حوالي يعني هم يبون يعني تقريبا يتخلصون من معدل حوالي 25. نتحدث بالنسبه لفوتسي عند مستويات 4.3%، طبعا هذا كان بالنسبه للاتحاد الاوروبي. شكرا لك، يعطيك العافية. وأنا شكرا لك شكرا مشاهدينا الكرام، ومشكور على هذا الإيجاز حول أسواق المال والعملات أيضا العالمية. شكرا جزيلا لك المحلل الفني الأستاذ محمد عرفة، والشكر موصول لكم دائما وأبدا المشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير لمتابعة تداولات الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى ذلك الحين نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونلقاكم إن شاء الله على خير. إلى اللقاء.